هذه القواعد الأملاح هي عبارة عن مواد أيونية تنتج من الأيون الموجب للقاعدة مع الأيون السالب للحمض. يعني أنا عندي هنا NaOH، فبالتالي باخذ الموجب بتاع القاعدة مع HCl، باخذ السالب في الحمض فبيديني NaCl الموجب مع السالب. تميه الأملاح هو الأملاح مع الماء. أنا عندي ملح حمضي وقاعدي ومتعادل. الحمضي الكلمة التي تعقب الحمض تنسب لي الأقوى، فهنا ملح حمضي يبقى حمض قوي، ملح قاعدي قاعدة قوية زي الكي اف، متعادل يبقى هيكون ايه؟ هيكون ناتج من قوي مع قوي، يعني هيكون ايه؟ هيكون أقوياء مع بعض، زي مثلا عندي الكي ان او 3. طيب المحاليل المنظمة محاليل تقاوم التغير في البي اتش عند إضافة كميات محدودة من الحمض والقاعدة. تركيب من الحمض ضعيف زائد ملح الحمض الضعيف، او القاعده ضعيفه زائد ملح القاعده الضعيفه. اديني مثال اي محلول التاليه لا يعتبر محلول منظما، اي انه لازم يكون قوي، وما دام انه قوي يبقى هيكون ال HNO3 وال NaNO3، لان ده ال HNO3 حمض قوي مع ملح القاعده او مع ملح الحمض القوي.